عزيزي المشاهد، في حلقة جديدة من برنامجك المفضل النداء الأخير. النداء الأخير برنامج يتمحور حول محبة الله التي ظهرت للإنسان من خلال صليب ربنا يسوع المسيح. في هذا البرنامج، أي من برنامج النداء الأخير، معنا الدكتور عادل نصحي، وأيضا الأخ المرنم مرنم مصر الحلو الأخ نجيب لبيب. وأنا فؤاد رشم مقدم هذا البرنامج الدراسي والحواري يلي حنمرق من سفر التكوين ولغاية سفر الرؤيا. أتمنى لك عزيزي المشاهد أوقاتا ممتعة وتغييرا نحو الأفضل وقرارات مصيرية تضمن لك الحاضر والمستقبل. لكن قبل أن نبدأ نغوص في عمق آلام يوسف مقارنة بآلام الرب يسوع المسيح، حابين نسمع لترنيمة على فم المرنم الأخ نجيب لبيب. تفضل أخ نجيب. مستر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة، قد عاش فيما بيننا، لا منظر فنشتهي، ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا، يسوع يسوع فداؤنا، سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع مدوج طول المدى مليكنا، نعم ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل آثامنا جميعنا، فسيق للصلب كشا، محتملا تعيرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع شرورنا، يسوع يسوع فداؤنا، سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا، كان عقابنا وكان عدلا حكمنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء من أعلى سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا، يسوع يسوع فداؤنا، سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا.
شكرا يا أخ نجيب. إلى حضرة الدكتور عادل نصحي، آلام يوسف أيوة وعلاقتها بالقميص الملون. رائع، تفضل. هبتدي من العهد الجديد يا خفات. يا ريت. أقرأ من أولا من إنجيل متى أصحاح 27. إنجيل متى الإصحاح 27 ابتداء من عدد 27، هقرأ عدد متفرقة. تفضل. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا. عدد 31، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. عدد 35، ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مخترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ومن إشعياء 53 و52 في العهد القديم طبعا بيقول كده في عدد 11، 52 عدد 11 عدد 14 متأسف، كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم. عدد 2 من أصحاح 53، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. والموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه دايما اللي هو موضوع يوسف والقميص اللي انت ذكرتها في الاول اخ فؤاد، تفضل. تكوين 37 عدد 23، فكان لما جاء يوسف الى اخوته انهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون. وعدد 29 بيقول ورجع رؤوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. هنا واحد يسأل إيه الموضوع، نقول له لاحظ الفرق بين قميص يوسف وقمصان رؤوبين ويعقوب بعد كده. مزق ثيابه، ده مين؟ ده رؤوبين. ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا القميص. التركيز كلمة القميص جت 7 مرات، فطبعا الرب قصد يقول لنا حاجة. أخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. شكرا دكتور عادل من أجل القراءة الرائعة جدا. طيب فيك تلخص موضوع القميص بعض النقاط؟ بالتأكيد. أول حاجة احنا بنلاحظ طبعا الملابس بتكسو من العر، يعني واحد بدون هدوم بدون ملابس حاجة عار. فهنا كأنهم كانوا عايزين قبل ما يبيعوا يوسف أو يقتلوه، كان الفكرة يموتوه، قبل ما نموتوا نهينه نستهزأ به، نقلعوا القميص الملون اللي بيدينه جمال أو الأشارة إلى تكريم أبوه ليه، وعشان خاطر كده يبقى عار. انا ربطتها باللي اتقال عن الرب يسوع، يقول لك كده خلعوا ثيابه، وخلعوا ثيابه نمره واحد عشان يجلدوه.
وبعدين طيب دكتور عادل معلش مقاطعه قصيره جدا، في القراءه اللي قرات على ما سمعنا من متى 27 والعدد 31 يقول وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء. تمام. بالنسبه للرب يسوع المسيح، لكن لا نقرا هذا الشيء عن يوسف. ايوه، هل استهزأوا بيوسف ايضا؟ ما هو مجرد نزع القميص بتاعه ايه؟ يعني انتوا ناويين تموتوه. طب ما تموتوه بالقميص. نعم. عايزين تبعوه للمديانين، طب بعوه بكرامته. هم حبوا ينزعوا الرداء، يعني يهنوا زي المسيح. واستهزأوا به. يا لا. صاحب الاحلام تعالوا ورينا احلام. لاحظ حاجه، انه تصور انت واحد ماشي عريان، يعني بلا يدوبك بحاجه بسيطه كده، بحاجه فضيحه، وقدام جامع وقدام الاف مؤلفه يجوا يسوع يعروه وتعرى على الصليب. عشان كده هنا عارف، واخد بالك، الذي نزع عاري شاله الى الابد، حمل العار هو قبلي، الذي تعرى كساني بثوب البرد. النقطه اللي انا عايز اركز عليها هنا انه اتعرى. على فكره هم لما جم يجلدوه برضه، هي مش مذكوره هنا، لما جم يجلدوه اتعرى ثلاث مرات. لما جم يجلدوه طبعا بيقلعوه هدومه ويجلدوه. صح. طيب، وبعدين يقول لك بعد كده لما جموا عليه كل الكتيبه عروه مره تاني، عروه والبسوا رداءً قرمزيًا. عارف ليه؟ نعم. ده لثياب الملوك، استهزاء بيه، يقولوا له ايه انت يا ملك اليهود، اهلا وسهلا. نمره ثلاثة بقى خدوه بالثوب الارجواني او الثوب القرمزي، وراحوا عند الصليب. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان هو ولما صلبوه اقتسموا ثيابه، يعني قلعوا ثيابه تاني وصلبوه، وبعد كده يا ريتهم كده وبس، وابتدوا يقترعوا القوا الكرة على ثيابه. فانا عايز بس اشير هنا لكل، اقول لكل واحد افتكر كم حمل يسوع العار من اجلك. انا النهارده ربنا مديني كرامه ومديك كرامه ومديك كرامه يا اخي نجيب. ايه الكرامه دي؟ جبناها منين؟ احنا لا نستحق الكرامه، لان هو خد عارنا. الحاجة اللي أنا كنت أستحي تبان قدام الناس وأنا بعيد عن ربنا، النهاردة المسيح محاها إلى الأبد. النهاردة أشكر ربنا، الرب الناس بيبصونا إن إحنا بنخدم ربنا خدام. إيه الكرامة دي؟ أنا مستاهلهاش، دي كرامته هو اللي أسبغها عليه، هو اللي دهاني. شكرا دكتور عادل. أخ نجيب، أنا شايف إنه في شيء على قلبك، حابب على قلبي شيء اتفضل. تذكرته الآن، يعني ده بياخدني لبداية الخليقة. فضل. آدم وحواء، آدم تعرى، واللي عرته الخطيئة لأنه عصى أمر الله، وهذا بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم. لكن الله في محبته ستر، عمل إيه؟ طبعا أنا وإنت وكل المشاهدين بنجرب إن إحنا نستر عورتنا قدام الله، لكن مكشوفين. آدم خاط أورقتين لكن سقطت، لم تستره أمام الله. لما سمع صوت الرب بيقول له آدم أين أنت؟ قال سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. كلنا عراة أمام الله، ممكن نستر بعض ونبان محترمين قدام بعض، لكن الله كاشف. فعمل إيه؟ حلها، سترهم هو بقميص من جلد. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصا من جلد وألبسهما. خدت بالك؟ صنع الرب يسوع المسيح، هو الذبح العظيم. وماذا صنع الرب يسوع المسيح؟ صنع الله الفداء بدم صليبه، بذبيحة المسيح، حتى يكسونا بثوب البر برداء الخلاص. أمين. شكرا يا أخ نجيب، حرجع لك بعد شوي. دكتور عادل، بنلاحظ هناك على الأقل أنه ثلاث مراحل بالنسبة للقميص. المرحلة الأولى أنه خلعوا عنه أو نزعوا عنه القميص الملون. تمام. ثانيا أنه غمسوا القميص الملون في الدم. تمام. وثالثا أرسلوا القميص الملون إلى يعقوب. أي. وكانت النتيجة أن يعقوب يعني أصيب بصدمة. أي. تفضل. حلو خالص. لاحظت حاجة أخ فؤاد، إحنا قلنا الأول لما نزع عنه القميص إشارة إلى إهانات واستهزاء بالمسيح قبل حتى ما يسلبوه. يعني أنتوا ناويين تموتوه، خلاص موتوه. قالوا لا، نستهزأ بشويتين.
استهزاء وسخرية واحتقار، ده بقى نزع القميص النمرة واحد. تاني مرحلة حبوا يخدعوا أبوهم، فخدوا القميص، ذبحوا تيس معزة، غمسوا القميص في الدم زي ما هو كده، وراحوا حتى مرضيوش ياخدوه وهم راجعين. عارف ليه؟ ليه؟ يقول لك أرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم. طب ما تروحوا أنتوا توروه له. أنا مرة كنت بفكر في دي، قلت عارف إيه بقى؟ قلت لو راحوا هم هيكشف كذبهم، هم حبوا حسوا إن المواجهة، لأنهم دايما الكذاب ما بيقدرش لما تواجهه بالحقيقة ممكن يتراجع، فراحوا بعتنها مع واحد من العبيد، قال له روح ودي القميص ده لأبونا يعقوب عشان ما يواجهوش الموقف. حقق القميص ابنك هو أم لا؟ هنا القميص المغموس بالدم رغم أن يوسف حي. معايا لحد كده؟ معاك. قالت حلو. المسيح النهاردة في ناس ساعات بيجوا يبكوا عليه ويقعدوا يشيلوا، أنا أعرف ناس ساعات يقعدوا يعملوا صلبان كبيرة ويشيلوا، يقول لك بنحس بألم المسيح. في ناس بيلبسوا أسود ويقعدوا يلطموا. يا جماعة المسيح اللي بتبكوا عليه ده حي. أنا عايز النهاردة أوجه نظر المشاهد إلى أنه وأنت بتذكر آلام المسيح اللي هو القميص المغموس بالدم، عايز أقول لك حقيقة مفروغ منها أن يوسف حي. يعني إيه؟ طبعا أنا بعذر يعقوب لأن هو يعقوب ما يعرفش أن ابنه حي، عشان كده فضل نائح. نائح يعني حاضر مستمر، ظل ينوح ويبكي ورفض التعزية على ابنه إلى أن، بيقول إلى أن أموت. كويس؟ النهاردة أنا عايز أقول لكل واحد اوعى تعمل زي يعقوب. يعقوب معذور لأنه ما يعرفش الحقيقة، لكن أنت النهاردة كل واحد بكلمه، أنت النهاردة مش معذور لما تقعد تبكي على خطاياك طول عمرك وتقعد تقول يا رب ارحمني، يا ريت تسامحني. أنا بقول لك مسيحك حي، اللي سفك الدم من أجلك، غطى خطاياك، حي لكي يبررك، حي لكي يؤكد لك أنك قد نلت سلاما مع الله. النهاردة في ناس حتى في المشاكل ساعات، مرة قريت القصة دي، هقولها لك برضو. الماشي مرة أحد رجال الدين الخدام كان مؤمن جدا وصادق في خدمته، لكن مرة حصل لهم ظروف مالية صعبة، دخلوا في ظروف صعبة جدا، ومراته قديسة قوي قالت له مالك حزين كده؟ قال لها الظروف اللي احنا فيه. قالت له الرب هيكرمنا هيعوضنا ما تخافش. فضل في من مر لأمر، كل يوم تشوفه مع انه هو بيخدم الناس بيوعظ الناس، كل يوم تشوفه أسوأ من اليوم اللي قبليه. فمرة من المرات هو راح الكنيسة يخدم ورجع، دخل البيت لقاها لابسة أسود ولقى حتى ستاير سودة لا ايه في ايه؟ قالت له اهو واحد مات. مين؟ قال لها، قالت له طب طول بالك. لا مين؟ قالت له المسيح مات، الرب مات. قال لها الرب مات؟ قلت اتجننتي؟ قالت له ما هو انت لو تثق ان الهنا حي ما كنتش تبقى بالحالة دي، بما ان مسيحنا حي افرح وثق انه كل المشاكل، كل الامور اللي انت خايف منها، كل خوف من اضطهاد، كل خوف من ضيق، دي محلولة لأنه هو قام وغلب الموت، قام وانتصر. جيد دكتور عادل. أخ نجيب، يعني كيف فينا نربط موضوع القميص الملون والآلام بعنوان برنامجنا النداء الأخير؟ نعم، أنا عايز أقول لكل نفس باكية ومنحنية تحت ثقل الأثام والذنوب والمعاصي وتصرخ وتبكي وتقول أين الحل، مثل ما كان آدم ومثل ما حال البشر، وربما نحاول أن نخيط أوراق تين من أعمال صالحة أو حسنات وصدقات، هذا لا يستر إنسان أمام خالقه، لأني الإنسان مكشوف. وأقول لماذا الدموع؟ فلقد قام يسوع، هو نفسه الذي مات، هو نفسه الذي قام. وأنا هقرأ آية حتى نرجع للماء، يعني إيه علاقتها بالنداء الأخير. الآية الأولى أو العدد الأول من مزمور 32 مكتوب في العدد الأول: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة ولا في روحه غش. إذن يا بخت تمسح دموعه من سترت خطيئة. ومن يسترني أمام الله معصية؟ هو القميص
الذي جاء من الجلد من الذبيحة الفادي، لأنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، الآن ساعة النعمة أو نسميها يوم النعمة، لكن قريبا جدا آت وعن قريب يوم النقمة. فالباب مفتوح الآن، إنه النداء الأخير، ربما اليوم، ربما يأتي الرب اليوم، لكن قميص المسيح أي بر المسيح أي كمالات المسيح وعدل الله الذي ظهر في المسيح، عدله مع رحمته مقدم مجانا الآن، وربما هذه آخر فرصة. شكرا أخ نجيب. دكتور عادل، هل هناك شيء آخر حابب تضيفه بالنسبة لموضوع القميص الملون؟ عايز أضيف أنه مسيحنا حي. يعني إيه معناها؟ الذي أسلم لأجل خطايانا. طيب هل استطاع أن يغلب هذه الخطايا أم غلبته خطايا؟ أما واحد بيموت، بيموت بخطيته، النفس التي تخطئ هي تموت. طب أنت داخل، أنا بفرض يعني سامحني يا رب، بفرض يسوع إنسان عادي وبقول أنا رايح أموت عشان خطاياكم، دي شيلة تقيلة جدا. الذي حمل هو نفسه خطايانا، عارف يعني، هل استطاع أن يتخلص ويخلصنا من هذه الخطايا أم ناء تحت ثقلها؟ دخل الصليب، دخل إلى أعماق المياه، شيل شيلة تقيلة، يا ترى غرقته الشيلة ولا غرقها وطلع؟ الإجابة نشوفها في القيامة بقى. ما أنا أدي الإيه، أن يوسف حي مش ميت. اللي دخل بخطايانا في أعماق البحر تركها في أعماق البحر، يقول كده أن تطرح خطاياهم في أعماق البحر، سبها هناك. الدليل على عظمة تبريرنا وثقتنا وسلامنا أنه حي. أمين. عشان كده لاحظ حاجة، دايما يقول لك الإنجيل بتاعنا ثلاث حاجات. الإنجيل عبارة عن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، بس مش كده وبس، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. الشيطان بيحاول يلغي أي حاجة من الثلاثة، يحاول يلغي أنه موضوع أنه المسيح صلب ودفن وقام، بيقول أنه نعم يسوع حي، لكن موضوع صلب هذا انساه. لكن الحقيقة أنه يسوع صلب ويسوع مات ويسوع دفن ويسوع قام في اليوم الثالث، ويسوع سوف يأتي قريبا على السحاب. إلى سؤال آخر دكتور عادل، قرأ على ما سمعنا أنه رأوبين وأيضا يعقوب مزقوا ثيابهم، هل هناك تعبير بالنسبة لموضوع أنه تمزيق الثياب خاصة في عائلة يوسف؟ جميل. اللي عارف تمزيق الثياب يعني يأس، يعني الناس الأحياء، ما رأوبين عايش اعتبر ان الود راح، ويعقوب عايش اعتبر ان ابنه مات، مذقوا ثيابهم يعني اعلان عن الفشل واليأس. لكن اللي مفروض انه مات قميصه ما تمزقش، في الدم بس بيقول انه يوسف حي. النهاردة احنا عايزين في جو القيامة، جو القيامة بص، المريمات يروحوا القبر باكيات، ليه؟ قال لان يسوع ميت، شايفين قميص في دم بس مش عارفين انه يوسف حي. يجي الملاك يقول لهم ايه، لماذا تطلبنا الحي بين الاموات، ليس هو ها هنا لكنه قام. وهم راجعين بقى، مش راجعين يبكوا، راجعين ايه، بيضحكوا فرحانين ومنتصرين. فجو القيامة، حقيقة القيامة في حياتي كمؤمن، في حياتك، في حياة كل انسان، تنقل الواحد نقلة، مش بس انه يطمن على غفران خطاياه، لكن ياخد قوة ونصرة القيامة. امين. معانا دقيقة دكتور عادل، حابب اضيف شيء اخير بالنسبة للقميص الملون؟ اضيف، هو الحقيقة عايز اكتر من دقيقة، لكن عايز برضو اكد تاني انه في ارتباط بين القميص الملون المغموس بالدم ويوسف الحي، الاثنين موجودين. انا بحب بص اتامل في يسوع اللي مات من اجلي، واشكره على موته من اجلي، واحبه جدا، واسجد عند رجليه عند صليبه، لكن في نفس الوقت اروح ناقل على طول اقول له بس اشكرك يا اللي مت، انت حي من اجلي، انت حي لتعلن نصرة قيامتك في جميع الاحيان وعلى كل البشريه.
شكرا دكتور عادل. اخ نجيب ترنيمه تفضل. لاجلكم شربت كاس مر رهيب، وذاب قلبي فيا كالشمع في اللهيب، تطلعوا الي يا عابر الطريق، هل حزن مثل حزني، هل شدة أمضي، هل تقبلون نحوي أم تهزؤون بي، ألم تروا جراحي لأجلكم ما بي، هل تقبلون نحوي أم تهزؤون بي، ألم تروا جراحي لأجلكم ما بي، تطلعوا إلي يا عابر الطريق، هل حزن مثل حزني، عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك المفضل النداء الأخير. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فهاتفنا أو اكتب لنا على العنوان ورقم الهاتف اللي حيظهر على الشاشة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.